دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة إلى إزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين المصريين والأجانب للاستفادة من كافة الفرص التي تتيح زيادة الإنتاج والحد من الاستيراد وزيادة التصدير. وخلال افتتاحه مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، أضاف الرئيس السيسي أن دخل الاستثمارات يزيد الإنتاج والتصدير ويخفض فاتورة الاستيراد ويوفر فرص عمل جديدة. أولاً بقول إيه؟ احنا كنا بنتكلم مع دولة الرئيس والسيد وزير البترول على يعني الهيئة واذا كان لها معوقات بتقابلها او كده، وده امر احنا حريصين على ان ما يبقاش فيه معوقات قدام اي مؤسسة يعني. لكن هرجع هنا للموضوع دوت، لو انت عملت الثلاث او الاربع مراحل اللي انت بتتكلم عليهم دول وبتقول ان هم هيكلفوا 700 مليون دولار، ده للتصدير الكتلة الغالبة او النسبة الغالبة منهم، مش كده؟ في يعني كفاية يعني انتاج محلي والباقي هيصدر. ما هو ما انا الانتاج المحلي انا بجيبه دلوقتي من بره، بالظبط، صح كده؟ فانا سواء صدرته او استخدمت جزء عندي فانا وفرت عملة كنت انا لو انا النهارده بستورد ثلاث اربع منتجات من اللي موجودين هنا، ده ليهم رقم، بالظبط، مش كده؟ وانت لو انتجتهم في مصر هتوفر الرقم ده وعندك فرصه كمان انك انت تصدر بره. طب بقول كده ليه؟ لان احنا ممكن كتير يقول لنا النهارده واحنا بنفتتح المشروع ده ما تدوا فرصه للقطاع الخاص يا دكتور مصطفى، يعني يتقال كده. فده محتاج اتصور محتاج ترويج ومحتاج لقاء مع اللي بيشتغلوا في المجالات التعدينيه بصفه عامه عشان نقول لهم تعالوا ده في فرص كويسة جدا، الفرص دي هتوفر لمصر سواء كان عوايد مباشرة بان احنا بنستورد الكميات دي بالعملة الحرة او بان احنا نصدرها ويبقى لنا دخل.